أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. ياك اخويا متفق معايا كان حنا كنديروا شو كنديروا كشي ديال انا ورشيد كنديروا كشي ديال التقاليد المغربيه يعني واحد فاش كيجي للدارك كيجي العارك فهمتي واحد فاش كيجي للدارك جا العارك هادشي كاين حنا برنامج بحال كيجي لك للدار فهمتي كتستقبلو هذا مرحبا ما كاين مشكل ولكن هادشي راه كثير جاني فهمتي ولكن بلاتي واحد القضيه الضياف كاينين بدوك الضياف وكاين الضياف اللي بحال دابا كتحط ليه ماكله كياكل بزاف فهمتي وكاين كتحط ليه ماكله يبقى يدير داكشي ديال شو هذاك الشيء خاص كاين الضيف خاص تقطرد عليه كول وكاين الضيف ما كتقول ليه والو وكياكل بوحدو هادو هما لي زانفيتي بحال هكذا كاين شي ضياف كيعطيو فلوس باش يحضروا البرامج غير ديال مومو ديال رشيد ما كرهناش ما كاينش هاد الاشاعه انه الضيف يعطي للمنشئ باش يدوز البرنامج هو حالتنا توريك لا ما كايناش واش ماك بخير وعلى خير ماك بخير وعلى خير لا ما كاينش هاد القضيه هادي ما كاينش فلوس غير حاجه وحده انا وقعت ليا تكون تاتا وقعت ليك السوره تكون وقعت لك رشيد هو كاين اللي كيفاش كيبغي يدوز كيقول لك شوف دوزني يكون خاطرك يكون الخير هذه زوينه هذه تكون خاطرك ولكن كاين واحد اللعيبه جديده في الرشوه الا بغى شي واحد يقول لك غنعطيك رشوه كيقول لك هاودني زعما غنعيطك في التليفون باش نقول لك امتى نتلاقاو باش نعطيك اللعيبات انا نقول لك واحد الحاجه من هذا المنبر هذا كنقولها لهم انا هذاك اللي كيصيفط لي ميساج كيقول لي غادي شوف الا دوزتيني المهم والله تنتهلا فيك وتجي عندي ان شاء الله وكذا هذاك هو اللي ما كنعيطش عليه انايا زعما هاد المسألة معروفة عندي أنايا.